المطر هو اللي حاليا هو هذه الساعه حكم الى الخطوط، يعني الرحلات مع فرنسا. هو مع الدخول هذا ان شاء الله قبل نهايه السنه راح نفتح حتى خطوط الداخل، لا سيما مع المناطق الجنوب، في حيث في عمال يعني بكميه معتبره اللي ينتقلوا يوميا عن طريق الحافلات. اما الميناء اليوم اللي هي الوظيفه اكثر والتصدير يعني ماده الاسمنت اللي محسوب تقريبا هي الوظيفه تاعو، ولكن هذا يتطلب تدعيم تاعو ونهيوه باه يروح اكثر في الوظيفه تاع التصدير. وراح ننطلق بعمليه، احنا انطلقنا الدراسه حاليا فندعم الارصفه تاعو، الرصيف هذا الرئيسي وزياده يعني على لو بلون دو كيف يعني ننظفوه. لكن لاحظتم اليوم انطلقنا يعني بهذا الرواسف المائيه اللي موجهه للصيد البحري.